في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 7039 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع، وكذا 5 ثلاجات ببلدية أوزلاقن ولاية بجاية. تعود حيثية القضية بناء على معلومات واردة إلى أن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 42 سنة ينحدر من ولاية بجاية، يقوم بعرض وبيع المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع والأحجام محلية وأجنبية الصنع معروضة للعامة بمحله المتواجد بقرية نصرون بلدية أوزلاقن. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين وجدوا المعني يقوم بعرض مشروبات الكحولية للبيع بالتجزئة لعامة الناس داخل المحل، مع معاينة المشروبات الكحولية مرتبة داخل ثلاجات ووجود شخص يقوم باقتناء المشروبات الكحولية. مباشرة طلبوا منه الرخص والوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، أين تبين بأنه لا يملك رخصة تسمح له بممارسة هذا النشاط. على إثرها تم حجز جميع المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام التي كانت بالمحل المقدرة ب 7039 وحدة محلية الصنع وأجنبية الصنع، مع حجز 5 ثلاجات التي كانت تستغل في عرض المشروبات الكحولية. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 15150 دينار جزائري من عائدات المشروبات الكحولية، أين تم توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأوزلاقن لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.